احنا بنتكلم عن فريق الشباب برضو عندنا لعيبه مهمه خرجت من شباب النادي الاهلي واحترفوا وموجودين دلوقتي في الدوري التشيكي. عندنا لعيبه مهمه جدا، تجربه الاعارات اللي احنا بنقول عنها النادي الاهلي دايما سباق. زيسكوف التشيكي، النادي الاهلي دايما سباق، زي ما شفنا اعارات داخل مصر بنشوف دلوقتي اعارات خارج مصر، اعارات ان شاء الله هتلاقي نجاح كبير جدا. واحنا بنتكلم عن المحترفين بتوعنا في زيسكوف التشيكي، مصطفى فوزي ومحمد احمد بيسو وميدو حسام. تعالوا نروح نطمن عليهم اكتر. معانا على التليفون دلوقتي ميدو حسام. مساء الفل يا ميدو، منور قناه الاهلي. ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ قول لي، طمنا عليك. تمام والله الحمد لله، مبسوط مع حضرتك والله وبيت يعني قناه النادي الاهلي اكيد. الحمد لله على السلامه. اجازه كام يوم؟ يعني احنا مستنيين دلوقتي الفيزا، يعني احنا نزلنا عشان في توقف اصلا دولي دلوقتي، فمستنيين الفيزا ان شاء الله بنجددها وهنرجع على طول في اقرب وقت. لعبتوا هناك، احكي لنا بقى ميدو، قول لنا الاجواء هناك، التدريب، الماتشات اللي انتوا بتلعبوها، خاصة ان احنا دايما هنا في برامج الاشبال دايما اخباركم عندنا هنا ودايما بنذيع اخباركم، لكن عايزين نطمن منك اكتر. اكيد يا كابتن، والله بيطلعنا كل حاجة وبنتابع على طول يعني وبنشوفه. دي حاجة ميدو حسام، ميدو حسام عشان جمهور النادي الاهلي يعرف، هو ابو شعر، ارجعوا بالصورة تاني لو سمحتوا، هو ابو شعر اللي في الصورة السابقة، ده ميدو حسام، هو لاعب مدافع، لاعب مدافع النادي الاهلي. اتفضل يا ميدو. والله يا كابتن احنا في الاول اكيد بنقابل مشاكل، يعني مش مشاكل في الاماكن، يعني مش المكان اللي احنا قاعدين او في الكلام ده، لا بنقابل مشاكل في الـ في الـ في الجو، جو مختلف، بنروح تمارين مختلفه الكلام ده، ففي الاول بيكون في مشاكل يعني بتكون بسيطه، بس الحمد لله يعني اتغلبنا عليها في وقت قصير الحمد لله. ودلوقتي الحمد لله كلنا بدانا نشارك بصفه اساسيه كمان. لا في اختلاف كبير بقى في الحمل التدريبي، في السرعه، في الريتم، الاداء، الكلام ده كله في اختلاف كبير، فاكيد احنا بنستفاد وهي تجربه كبيره بصراحه يعني، وتجربه هتفيدنا قدام كتير. يعني ان شاء الله يعني نحاول نقدر نعمل اي اكثر احسن حاجه عندنا يعني ان شاء الله، عشان نبقى في مكان كمان اكبر، وان شاء الله يعني النادي الاهلي لو احتاجنا في اي وقت فاكيد هنرجع، لان يعني النادي الاهلي خيره علينا، ولو ما كناش في النادي الاهلي ما كانش زماننا في المكان ده يعني. تمام. وانت يا ميدو بتقول لي يعني التدريب مختلف هناك، ايه الفرق تاني ما بين هنا وما بين هناك؟ والله يا كابتن هو الفكر في الريتم نفسه سريع، ريتم الريتم اللعب نفسه سريع، يعني اللعيبه هناك هم متعودين على الريتم ان اللعب سريع سريع سريع، فاحنا غصب عننا بنكون بنتاقلم على الجو ده، فيعني فده بيساعدنا كتير وهيخلي تطور في اللعب بعد كده بشكل كبير يعني. طب قول لنا بقى التدريبات بتاعتك دلوقتي مع الفريق الاول ولا مع السكن دي من الفريق الثاني؟ يعني بتتمرن مع مين دلوقتي؟ ولعبتوا برضو مباريات ولا لسه؟ لا حضرتك يا كابتن احنا اول ما وصلنا كنا لسه يعني عشان كانوا بيجهزونا، فكانوا بينزلونا مع الفريق اللي هو الرديف اللي هو تحت الفريق الاول. الفريق الثاني. تمام. اول ما رحنا كنا لعبنا حوالي ماتشين وديين معاهم. كويس. بعدين جهزنا دخلنا واحده واحده مع الفريق الاول، شاركنا، كنا بنشارك في اوقات قصيره في الاول، لان كنا بيدخلوا كانوا بيتكلموا معانا دايما ان لازم يعني جايين من دوري مختلف لازم نخش في اجواء الدوري بشكل كويس. ف دلوقتي يعني الحمد لله بقينا بنشارك بصفه اساسيه اخر ثلاث اربع ماتشات الحمد لله كلنا بنلعب بشكل اساسي يعني. واحنا دورنا دايما يا ميدو معاكم، دايما بنتابعكم، دايما بنسلط الضوء عليكم. اكيد يا كابتن بتوصل لنا كل حاجه، ودي حاجه بتكون بسطانه يعني، وان في ناس متابعانا، وقناه النادي الاهلي ما بتسيبش ولادها يعني، احنا عارفين الكلام ده. تمام. قول لنا بقى، في هل في اتصالات ما بينكم وبين الكابتن امير توفيق بيطمن عليكم، ولا لسه يعني هو سكنكم هناك وظبط لكم الدنيا؟ يعني احكي لنا برضو. اكيد كابتن امير من اول ما وصلنا كان على طول بيتواصل معانا ان احنا لو في اي حاجه محتاجينها، لو في اي مشاكل في السكن، اي مشاكل في اي حاجه مش كويسه كان بيكلمنا. كابتن خالد بيبو نفس الكلام، بيتابعوا معانا كل فتره يعني، وانا الحمد لله يعني الدنيا كويسه الحمد لله. والنادي الاهلي يا كابتن يعني احسن حاجه كمان النادي الاهلي مكبرنا جدا يعني، احنا طالعين من النادي الاهلي احنا كبار يعني، احنا هم النادي الاهلي يا ميدو ما بينساش ابنائه. اكيد يا كابتن، اكيد يا كابتن، وهما كمان يعني الناس هناك عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين يعني، فبييجوا يتكلموا معانا لا انت جاي من نادي كبير، انت جاي من النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه الحمد لله يعني. احنا كمان التعامل معانا يا كابتن بيكون مع رئيس النادي نفسه، رئيس النادي نفسه هو بيتعامل معانا.
يعني هما هناك وانتوا معاهم بيتكلموا عن النادي الاهلي برضو، يعني قول لنا برضو النقطه دي، المسؤولين في زيسكوف هما بيتكلموا عن النادي الاهلي. ايوه كابتن، هما شايفين النادي الاهلي دي حاجه كبيره، والنادي الاهلي معروف في العالم كله طبعا. كويس. دايما بيتكلموا معانا، انتوا جايين من نادي برضو كبير واحنا بنحاول نساعدكم في الشكل في ادائكم والكلام ده، ان احنا نكون ان شاء الله حاجه كويسه في المستقبل يعني. بس هما على طول بيتكلموا معانا ان احنا جايبينكم عشان نساعدكم والكلام ده كله. هما بيتكلموا عن النادي الاهلي ان هو حاجه كبيره يعني، كل كلامهم انت جاي من النادي الاهلي، اي مشكله اي مش عارف ايه، لا انت جاي من النادي الاهلي، انت جاي من النادي الاهلي، فهم عارفين قيمه النادي الاهلي كويس جدا يعني. خلي بالك برضو يعني تجربه احمد عبد القادر، واحمد عبد القادر كان برضو واحد زيكم بالظبط في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وخرج للتجربه دي في التشيك ورجع بخبرات اكتر، حتى بتكوين بدني افضل، بلياقه بدنيه اعلى، وما شاء الله دلوقتي موجود في النادي الاهلي. هل دي من ضمن اهدافكم برضو يا ميدو ولا ايه؟ طبعا يا كابتن، دلوقتي شايفين احمد عبد القادر ما شاء الله السنه اللي فاتت قدم مستوى كويس مع سموحه، ودلوقتي في النادي الاهلي بتمنى له كل التوفيق طبعا، ويعمل بيكون يعني على قد المسؤوليه ان هو في النادي الاهلي لابس تيشيرت كبير. فاحنا ان شاء الله بنحاول يعني على قد ما نقدر نجتهد على قد ما نقدر بره يعني، ونحاول نعمل ناخد الحاجات الكويسه اللي من بره وننفذها باذن الله يعني. واحنا بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا ميدو، ودايما معاك ودايما اخباركم موجوده عندنا، وان شاء الله قريب كمان ترجع بيتك النادي الاهلي وتكون موجود في الفريق الاول. يعني ميدو حسام لاعب النادي الاهلي المعار الى زيسكوف، بنتمنى لك كل التوفيق.